ديال الأرض بالنسبة للعدو الريفي، هذه المشاركة كانت جد مكثفة، 18 عقود 18 إناث، وكذلك كان اكتساح ديال الأبطال ديالنا لجميع المسابقات اللي جرات الأطوار ديالها، لا بالنسبة للفتيان، لا بالنسبة للشبان، لا بالنسبة للكبار والكبيرات. سهل حمزة على الصورة، تحية لك، تحية لك. أطلحق راك في المباشر كي درت أطلحق كي كانت البطولة العربية مزيان الحمد لله، كانت نتائج مشرفة وشنا إن شاء الله البطولة الجاية إن شاء الله نكونوا في أحسن. دابا البطولة الوطنية ديال الماراثون إن شاء الله باش نأكدوا المشاركة ديالنا في الألعاب الأولمبية ويكون هدف كبير إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك النجاح. الأخ ديالنا سي الزمن اللي راه تبعنا سي حسن طريس بطل العرب في الأردن باستحقاق، صراحة دار سباق رائع ورائع جدا. صورة سي عيسى ميسي السلطان من الأردن يتابعنا، تقولنا على السلامة في المغرب، تحية له. حفيظ رزقي أيضا بوديوم في البطولة العربية في العدو الريفي، رغم أننا تنعرفوا عدة 5000 قول 1500 فهو كان متميز في 10 كيلومتر. عاشور ولاد عبدون حتى هو متميز تبارك الله، العقاوي التائين ديالنا كلهم بالشريفة ذلك خدوش سنوري تيوزع الورود، الحكيمة بشريفة يوزعون الورود، سي بكرة أيضا حاضر، سي العربي الخاوة أيضا. بمناسبة يوم العالمي للمرأة فتتوزع الورود الآن على الإناث، ولكن في الخير يمكن توزع على الذكور. أما الدوري تلتح عزوة غدرة سي بكرة تحية ليك. كشتي كشتي النتائج ديال العداء المغاربة في البطولة العربية؟ الحمد لله بينوا على بينوا على علو الكعب ديالهم الحمد لله. بما أن جي غتشوف 12 ذهبية 5 فضية 5 نحاسية يعني فحصدوا الأخضر واليابس صراحة كانت نتائج جد جد مميزة. جوج ميداليات وحدة فضية وحدة نحاسية. لا الفضية الفضية ديال اللي كانت حنا كانت عندنا نقطة إيجابية أننا ردينا البلاصة ديالنا لأن أداء قوية صراحة. الواقع هو هذا، الرياضة هي هذه أداء قوية. فأنا كنت نصور تتبان لي الجزائرية جاية، الصورة ديالي مشات لي الصورة حتى تنعاونظور وتلقى البوزيجة هي الأولى. الحمد لله أن الحمد لله أن كان المطاف صعب 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 لأن هي تالوديونس ما عندهاش وشتي في الأخير عيات، ولكن كنهنئو البوزي على هذا المجهود اللي دارت وأنها جابتنا ديك الميدالية الذهبية. مهمة ديك الميدالية الذهبية. تحية ليك. وصراحة كانت بطولة جميلة جدا، وأجمل كان بها هو السيطرة المغربية
بجميع الألقاب فرديا وجماعيا. وصراحة المغرب بين على أنه رائد على الصعيد العربي بأنه رقم واحد في المستوى العربي فيما يخص العدو الريفي، وأكد هذه السيطرة في البطولة العربية. ولقينا بأن الدول العربية كلها تحترم المنتخب المغربي وتقدره قبل مشاركته، واللي فرحنا هو أن شفنا جالية مغربية، الشعب الأردني كله متعاطف مع المنتخب المغربي، لم نسمع إلا الكلام طيب من الإخوة الأردنيين ومن الإخوة العرب. فصراحة هاد الشباب هاد ليجون هادو اللي فيهم واحد مجموعة كبيرة 90% من المراكز الجهوية، واحد 10% من الأندية، فشرفوا ألعاب القوى المغربية وعطوا واحد الصورة جميلة وجميلة جدا، وكلهم باقيين صغار، سن سنة أولى فتيات، سنة ثانية فتيات. صراحة فنتمنى عليهم، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم مسيرة موفقة، نتمنى الاستمرارية ديالهم. فبالاستمرارية ديالهم يمكن نشوفوا من هنا 3 سنوات 4 سنوات منتخب مغربي اللي يكون قادر على المشاركة في بطولة العالم وقادر على حصد الميداليات. فالاستمرارية هي المهمة، فخصنا نركزوا على استمرارية الاعداءات والعمل الجيد والمستمر باش يمكن يكون عندنا منتخبات قوية في المستقبل، ونمشيو لبطولة العالم ونجيبوا فيها ميداليات. وماشي مسألة سهلة، ديما ماشي مسألة سهلة أقولها، ولكن ماشي مستحيلة، يمكن المغرب يحقق هذه النتائج. وشكرا للأخ خاوة. فنتابع معكم إخواني وصول المنتخب المغربي في مباشر الآن من مطار الأعلام الوطنية خجة السدري، دائما القلوبة والأعلام ما شاء الله عليها. احنا الآن في المطار، سي عيسى ميتعب سلطان العدوان، تنقول ليه شكرا لك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. أقول للإخوان في الأردن جميعا، خالد وحمودة رفيق حمودة والسيد رئيس الاتحاد الأردني سي وليد الرحاحلة وكل أعضاء الاتحاد الأردني من الرئيس إلى آخر مستشار، أقول لهم تحية لكم على الحسن الاستقبال وكرم الضيافة، تحية لكم على الكلام الطيب، تحية لكم على تواضعكم وعلى أنكم ناس اللي صراحة ناس رياضيين وصراحة كانت بطولة مميزة، مطاف مميز صراحة. فأتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكم النجاح إخواني أخواتي. فأنتم معايا استقبال المنتخب المغربي في مطار محمد الخامس بالورود، وهذا هو أقل شيء، هو أننا نشجع الوليدات الصباح، لأن الاستمرارية ديالهم مهمة في مجال ألعاب القوى. الاستمرارية مهمة، وباش يكون استمرارية لابد من الاهتمام، لابد من يحسوا بأنهم عندهم قيمة، ويحسوا بأنهم حققوا واحد الإنجاز، ويحسوا بأنهم ناس وراءهم تنبعينهم تيشوفوه وتيشجعوه. هذه أشياء جميلة. فلا موتيفاسيون parmi les facteurs de la performance، تنعرفوا بأنه التدريب كاين، وتنعرفوا أن هناك أشياء مع التدريب، هناك التغذية، هناك التتبع الطبي، وهناك لا موتيفاسيون. فهذا الشيء هذا الاستقبال يدخل في لا موتيفاسيون. تحية لهاد الأبطال ديالنا، ها هما أمامكم داخلين فرحانين. ها هو أسامة، سير معي وأنا تنتمشى معاك. هذا هو اللي حضر الميدالية الذهبية في ليكادي، وأسامة الردواني ما شاء الله عليه، دار واحد السباق رائع وبعد على جميع المتسابقين تقريبا 200 متر ودخل بوحده، هو كاضي ولعب بطولة إفريقيا، هو جونيور مع لي جونيور، هو كاضي وكان أول مغربي مع لي جونيور، هو كاضي. هاد الوليدات تيتنبؤوا لي واحد المستقبل زاهر. سي أسامة الردواني كانت مشاركتك في البطولة العربية؟ الحمد لله كانت مشاركة زوينة، وكنقصد الفوز بها، الحمد لله كان عندي الفوز الوليدية، وكان عندي شكر صد ديال الدول الإيطالية اللي ديما كيسهر معايا باش نفوز، ديما واجد لأي سباق. خاصك تعرف واحد القضية، لأن عندك مؤهلات كبيرة، مستوى رائع، لعبتي بطولة إفريقية مع لي جينيور، شحال دخلتي؟ 12 إخواني أخواتي، أنكاريتي مع لي جينيور بطولة إفريقية مع الكينيين الإثيوبيين أوغنديين إريتير، وتيدخل مرتبة 12، فمرتبة مشرفة. هاد الوليد هذا عنده مؤهلات، هذا مشروع بطل إن شاء الله بإذن الله، نتمنى على أنه الاستمرارية ديالو. قول لي، ما عمرك حلمتي تكون بطل عالمي؟ ديما خصني ندير في البال هذه، باغي توصل لشي حاجه. خصك تحلم باش توصل، باش تكون عندك 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 واحد الاراده، عندك واحد الرغبه باش توصل، والرغبه والاراده تيخصها العمل والاستمراريه. تحيه لك ولدي، نتمنى لك التوفيق والنجاح، تبارك الله عليك. فمشاو اخواننا، بقيت مع اسامه واخوان، مشاو وخلوني انا واسامه هنا. احنا غاديين معكم اخواني اخواتي، فدائما العمل في اي مجال احنا كاينين حاضرين تنعملوا.
فاستقبال هنا غتشوفوا الاستقبال اللي غيدوز في الساسات الجزائريه. لم تراني ابدا، لم ترى صورتي. فاحنا نعم احنا اللي خصنا نقدموا الصوره ماشي نبانوا في الصوره. فتحيه للجميع، وحنا غاديين الان باش يخرجوا العداء المغاربه، وغتكون توزيع الورود عليهم في خطي بعد الخروج. فوزوع البنات هنا لانه اليوم العالمي للمراه، احتراما للمراه وتحيه لكل نساء المغرب، وتنهنيهم باليوم العالمي للمراه، وتنقول لهم شكرا لكم لان المراه المغربيه لا زالت ولاده ولا زالت تعطينا الابطال، وستبقى دائما المراه المغربيه ولاده. فتحيه لكل نساء المغرب. حنا البو عقاد عندي الفيديو ديالها غيدوز من بعد، فواحد مجموعة العدائين والعداءات درت معاهم حوار غيدوز من بعد، غندورو فيديو. فلا تخاف عندي كلشي بحال بحال، العدائين والعداءات كلهم وليداتنا، كلهم تنحبوهم كاملين. فأنا تيبقى فيا الحال حيت نشوف بالي خدو الشتا في البطولة، دخلت واحد المرتبة رابعة ولا خامسة مع المغربيات وكانت مرشحة تفوز، وبقى فيها الحال وبقات تبكي رغم أنها عندها ميدالية، عندها ميدالية ذهبية في ترتيب جماعي. ما رضاتش، مزيان هذيك الغيره ومزيان داك الحب، انسان يحقق النتائج مزيان ماشي خايبه. العداء المغاربه الان تيخرجوا، انا تعطلت. حكيمه بشريفه حاضره اخواني اخواتي، وغتقول لي واحد الكلمه، غتقول لي واحد الكلمه، جوج كلمه تنقولها اليوم. اولا تنقول لك مبروك عليك، ومبروك على كل نساء المغرب اليوم العالمي للمراه. وعجبتني البادره اللي درتوا انكم جبتوا الورد لكاع البنيسات المشاركات ديالنا لي كاديت لي جينيور لي سينيور. فكلمه حول بعد هاد البنيسات ديالنا اللي شرفوا المغرب وشرفوا العاب القوى المغربيه في الاردن. هو في الحق خاسي اوبير هو المنتخب الوطني المغربي كامل، زعما ذكور واناث شرف يعني المغرب هاد البطوله العربيه اللي تقامت في الاردن، وحصل على اللقب 22 ميداليه اللي كتمنى 12 ذهبيه 5 فضيه و 5 نحاسيه. يعني فهذا الرصيد هو رصيد جيد من الميداليات، والحمد لله. بالنسبه للإناث هذا اليوم كيصادف اليوم العالمي للمراه، وحنايا حاولنا ان هذه البنيتات هادو يعني نشجعوهم، وهما كانوا زعما في المستوى وشرفوا المرأة المغربية والعداء المغربية في هذه التظاهرة الرياضية، وهذا دليل أن المرأة المغربية ويعني والرياضية على وجه الخصوص هي دائما يعني في المهام الصعبة، وكتكون كتمتاز بالتفوق وبالتميز ودائما طموحة، والحمد لله شرفونا وشرفوا المملكة المغربية في هذا اللقاء العربي المهم. فواحد نقطة مهمة هو أنه بالإضافة للتدريب والتطبيب والتغذيه هناك لا موتيفاسيون. فالوليدات ديالنا الحضور ديالكم اليوم استاذه حكيمه والاستاذ النوري السي بكرع حضرتوا لهنا، الاستقبال ديالهم هذا حافز هاد الوليدات هادو على البذل والعطاء ومزيد من العطاء. وهذه نقطه مهمه تحسب للجامعه الملكيه المغربيه على انها حاضره بقوه في استقبال ابطالها بالمطار. بطبيعه الحال سي اوبا هاد البنيتات هادو كلهم يعني الا شفتي السن ديالهم سن صغير، مازال محتاجين للدعم، محتاجين للتحفيز، محتاجين للمواكبه، وهذا هو الدور ديالنا حنا كمقطرين هو هذا العمل هذا. والحمد لله بطبيعه الحال هذا الشيء راه كيدار تحت واحد الاستراتيجيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى اللي كتهتم بهذه الامور هذه، ولو انها مثلا تكون بسيطه كتهتم بها، وهذا في حافز لهذ الوليدات هذو ان شاء الله باش يوصلوا لارقى المستويات. فتميز كبير في هذه الوليدات السنه، شاركنا في البطولة الإفريقية رعات الميداليات نحاسية، شاركنا في البطولة العربية اكتساح تام لكل الميداليات. فهذا شيء اللي صراحة تيعطينا واحد الرؤية حلم على أن المستقبل سيكون إن شاء الله، خاصة هاد البنيات كلهم البنيتات كلهم باقي صغير سن، بأنه المستقبل إن شاء الله غيكون واعد، وبأن غيكون النتائج إن شاء الله في المستقبل أحسن وأحسن. فعلا كلام ديالك صحيح، والدليل على ذلك اننا ملي كنكونوا حاضرين في تظاهره دوليه خصوصا العربيه يعني كنلقاو كل التقدير والاحترام من الدول الاخرى،
على المستوى الجيد اللي كيمتازوا به الوليدات ديالنا العدائين والعداءات. والحمد لله يعني هما زادوا شرفونا في هذه البطوله هذه وفي البطوله الافريقيه اللي تقامت مؤخرا. كنتمنوا لهم التوفيق والمزيد خصوصا في المحافل الرياضيه الكبرى يعني بطوله العالم والالعاب الاولمبيه. كنتمنوا لهم حظ سعيد في هذه الاستحقاقات الرياضيه المقبله. شكرا الاستاذه حكيمه على هذه سعه السر ديالها وقبول ان تتكلم معايا، تحيه ليك. وصراحه بطوله المغرب شافوها العربيين وتكلموا لي عليها في مدينه تيبلت، كانت بطوله عالم، كانت بطوله عالم بكل المقاييس، لا تنظيميا لا مطاف لا لوجيستيك. لا صراحه المغرب اصبح يقدم صوره جميله وجميله في تنظيم التظاهرات الرياضيه، وهذا تيخلي المغرب ديما عنده الرياده في المستوى العربي. فعلا على مستوى التنظيم الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى يعني اخطات واحد الخطوات جد مهمة للأمام. خير دليل على ذلك هو يعني تنظيم ماراثون الرباط الدولي لهذا العام في النسخة ديالو السابعة إن شاء الله، غادي يكون نهار 21 أبريل المقبل. كذلك منتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى اللي دخل في الدوري الماسي، هذا يعني شرف ومفخرة لنا حنايا البلاد ديالنا والجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى. من طبيعة الحال منين كنظموا هذه البطولات الكبرى فالبطولة الوطنية كتبقى يعني حتى هي في نفس المستوى، وكانت البطولة مؤخرا يعني في مستوى جيد، لا من ناحية ديال التنظيم، لا من ناحية اللوجيستيك، لا من ناحية ديال النتائج ديال الدراري الوليدات ديالنا. في الحقيقة الحمد لله المستوى جيد ديال الرياضة، ألعاب القوى على وجه الخصوص والرياضة المغربية بصفة عامة. شكرا لك الأستاذة حكيمة، ونتمنى لك التوفيق ونتمنى النجاح. وقالوا لي عندك واحد المهرجان شي حاجة ديال المرأة يوم الأحد وقيلة. بطبيعة الحال ودابا هذا شهر مارس هو ديال المرأة، كله شهر ديال المرأة احتفالات، والحمد لله وهي المرأة راها يعني شريكة الرجل، نصف المجتمع، نصف المجتمع وشريكة الرجل، وأصبحت يعني تشارك الرجل في أصعب المحن، تشارك الرجل في أصعب المهن، وهذه المهنة هذه ديال التسيير وتسيير الرياضة. واش خبر واحد القضية غنقولها لك، بأن المغرب حيت يمشي يلعب عربيا الميديا اللي تيجيبوا عنصر النسوي اكثر من اللي تيجيبوا العنصر الذكوري. فعلا دائما البنات يجيبوا لنا اكثر من الرجال الميداليات. ما نقصوش منه ولكن هذه حقيقه، هذه حقيقه. ولكن في هذه البطوله العربيه سي اوبا كانوا 22 ميداليه، حصلوا البنات على 10 ميداليات وحصلوا الذكور على 12 ميداليه. هذه غلبتك. دونك دابا انت هي مع الرجال وانا مع العيال. تبارك الله عليك اختي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وتمنى التوفيق ومازال يكون معنا لقاءات في هذا الشيء ان شاء الله. شرف لنا كذلك اننا انت سي اوبا كنت يعني منتخب من طرف الاتحاد العربي لالعاب القوى كمندوب للبطوله العربيه اللي تقامت بالاردن. هذا شرف لنا، شرف للاطر التقنيه ديالنا، والحمد لله مثلتي المغرب ومثلتي الاتحاد العربي في احسن على احسن مستوى. شكرا شكرا شكرا، يلا نمشيو.